اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الائمه والمهدينا وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم متابعي قناه المنقذ العالمي اهلا وسهلا بكم في الحلقه الثانيه من برنامج طوفان نوح عليه السلام الحقائق والكيفيه في الحلقه السابقه تحدثنا عن عالميه قصه الطوفان واهميتها وايضا عن استغلال قصتها المحرفه لتسفيه الدين اليوم نتحدث متسائلين هل شمل الطوفان كل الارض ما هي اراء فقهاء الاديان الابراهيميه في هذه المساله ونتحدث عن تبعات القول بشموليه الطوفان لجميع الارض. اولا هل شمل الطوفان كل الارض؟ من اكثر المسائل اثاره في قصه الطوفان العظيم هي هل ان الطوفان كان عالميا وشمل كل سطح الارض؟ ام انه كان محليا وخاصا ببقعه من الارض؟ وتبعا للجواب عن هذه المساله سيكون المقارنه بين ما قدمه فقهاء الاديان وبين ما بينه السيد احمد الحسن عليه السلام في كتابه وهم الالحاد وقبل عرض نصوصهم اود ان اذكر ما صرح به قسم الدراسات والبحوث في جمعيه التجديد الثقافيه متحيرا من النتيجه التي وصل إليها المفسرون في هذا الشأن. يقول: فكانت النتيجة أن أن اتفق معظم المفسرين على عالمية الطوفان، وبقي قليل منهم مترددا بين عالميته ومحدوديته، وقليل جدا منهم ممن جزم بأنه لم يكن عالميا. وهذا القليل رد عليه فاسكت. فاسكت هذا الهمس الخافت من صوت الحق فكيف فسر القران حتى كانت تلك النتيجه المصدر طوفان نوح بين الحقيقه والاوهام وجاء في موقع جامعه الايمان قولهم الطوفان حادثه كونيه كبرى شملت انحاء المعموره في رأي المفسرين وعند أهل الكتاب. نذكر الآن آراء فقهاء الأديان الإبراهيمية إن شاء الله، ونبدأ بفقهاء الديانة اليهودية. بالنسبة لفقهاء الديانة اليهودية ومفسري التوراة، فإنهم يتبنون النص الموجود في التوراة. والذي هو من نتاج ايدي الفقهاء المحرفين للنص الالهي حيث ورد ما نصه وتعاظمت المياه كثيرا جدا على الارض فتغطت جميع الجبال الشامخه التي تحت كل السماء خمس عشره ذراعا في الارتفاع تعاظمت المياه فتغطت الجبال فما فمات كل ذي جسد كان يدب على الارض من الطيور والبهائم والوحوش وكل الزحافات التي كانت تزحف على الارض وجميع الناس كل ما في انفه نسمت روح حياه من كل ما في اليابسه مات فمحى الله كل قائم كان على وجه الارض الناس والبهائم والدبابات وطيور السماء فانمحت من الارض وتبقى نوح والذين معه في الفلك فقط المصدر العهد القديم سفر التكوين الاصحاح سبعه وواضح جدا من هذه النصوص أن الطوفان قد شمل كل الأرض وأن الأرض كلها غطتها المياه بارتفاع يعلو أعلى جبل على الأرض بخمس بخمسة عشر ذراعا وبخصوص فقهاء الديانة المسيحية النصوص المتقدمة من التوراة تمثل رأي المسيحية كذلك لأنهم يؤمنون بالتوراة أو العهد القديم ومن النافع أن أورد هنا بخصوص هذا الأمر ما ذكره الكاتب الفرنسي المسيحي موريس بوكاي في كتابه وتحت عنوان موقف الكتاب المسيحيين من الاخطاء العلميه لنصوص التوراه ومناقشتها حيث قال انا لندهش من اختلاف ردات الفعل لدى الشراح المسيحيين امام كثافه الاخطاء والاستحالات والتناقضات فقد تبنى بعضهم عددا منها ولم يترددوا في مؤلفاتهم في الدخول في مسائل شائكه وانزلق اخرون بخفه في تاكيدات مرفوضه وتعلقوا بالدفاع عن النص كلمه كلمه وحاولوا اقناع مخالفيهم بتصريحات تبريريه معززه بحجج غير منتظره غالبا املين في ان يحملوا الناس على نسيان ما يرفضه المنطق نعم نكمل قول الكاتب الفرنسي المسيحي ويتبنى الاب دوفو في المدخل الى ترجمته لسفر التكوين وجود هذه الانتقادات ويتوسع في الحديث عن صحتها ولكنه يرى عدم جدوى تصحيح احداث الماضي موضوعيا عندما تورد عندما تورد التوراه كما كتب في مذكراته ان ذكرى فيضان او فيضانات عده جائحه في وادي دجله والفرات ضخمتها الروايه حتى جعلتها بحجم الطوفان العالمي والكاتب الديني فقط وهذا هو المهم قد حمل هذه الذكرى تعليما خالدا عن عداله الله ورحمه الله وعن خبط الإنسان والخلاص الممنوح لمن هو مستقيم كتاب التوراة والإنجيل والقرآن والعلم صفحة 59 ترجمة الشيخ حسن خالد إذن هم أيضا يدافعون عن ما موجود في التوراة من تحريفات وبشهادة هذا الكاتب المسيحي نأتي الآن إلى ذكر آراء بعض فقهاء الدين الإسلامي أولا الطاهر بن عاشور في تفسيره يقول وعموم الطوفان هو مقتضى ظواهر الكتاب والسنة ذكر هذا الكلام في كتابه التحرير والتنوير أو تفسيره وقال أيضا وفي زمن نوح وقع الطوفان على جميع الأرض أيضا التحرير والتنوير الجزء الثالث ثانيا ابن كثير وهو عالم مسلم وفقيه ومفتي ومحدث وحافظ ومفسر ومؤرخ وعالم بالرجال ومشارك في اللغه وله نظم وابيات وقصائد ولد في سوريا سنه 701 تنازع على شاعره والسلفيه في امر معتقده فيرى الأشاعرة أنه أشعري العقيدة وترى السلفية أنه سلفي الاعتقاد توفي 774 هجرية في دمشق عن 73 سنة يقول في قصص الأنبياء الذي ألفه قال جماعة من المفسرين ارتفع الماء من أعلى جبل في الأرض خمسة عشر ذراعا وهو الذي عند اهل الكتاب وقيل ثمانين ذراعا وعم جميع الارض طولها والعرض سهلها وحزنها وجبالها وقفارها ورمالها ولم يبق على وجه الارض ممن كان بها من الاحياء عين تطرف ولا صغير ولا كبير قصص الأنبياء الجزء واحد صفحة 102 ثالثا نذكر قول جمال الدين القاسمي المتوفي عام 1914 ميلادي وقالوا في وصفه إنه أحد رواد النهضة العلمية الدينية الحديثة ببلاد الشام في العصر الحديث، وأحد رجال العلم الكبار من المسلمين في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري، وصاحب المؤلفات القيمة الكثيرة، في تفسيره يقول: ذهب العلماء في الطوفان مذاهب شتى، فالأكثرون على أنه عمل أرض بأسرها ونقل قول تقي الدين المقريزي في الخطط أن جميع أهل الشرائع أتباع الأنبياء من المسلمين واليهود والنصارى قد أجمعوا أن نوحا هو الأب الثاني للبشر وان العقب من ادم عليه السلام انحصر فيه ومنه درى الله جميع اولاد ادم فليس احد من بني ادم الا وهو من اولاد نوح وخالفت القبط والمجوس واهل الهند والصين ذلك فانكروا الطوفان طبعا هل هم انكروا الطوفان حقيقه ام ان الطوفان آه لم يحدث عندهم المهم نكمل كلامه والحق ما عليه اهل الشرائع هذا كلامه والحق ما عليه اهل الشرائع كتاب محاسن التاويل الجزء التاسع رابعا نذكر رأي السيد محمد حسين الطبطائي معروف أنه من أبرز فلاسفة وعرفاء ومفكري الشيعة في القرن العشرين اشتهر بتفسيره المعروف بالميزان في تفسير القرآن يقول فالحق أن ظاهر القرآن الكريم ظهورا لا ينكر أن الطوفان أن الطوفان كان عاما للأرض وأن من كان عليها من البشر أغرقوا جميعا تفسير ميزان جزء عشرة صفحة 266 طبعا تأتي إن شاء الله مناقشة استدلاله هذا أيضا خامسا نذكر كلام السيد محمد تقي المدرسي قال في تفسير آية انا ارسلنا نوحا الى قومه يقول وقومه يومئذ كل البشر الذين عددهم على بعض الاقوال سبعمائة الف ونهتدي الى ذلك من طبيعه العذاب اذ عم الارض كلها طوفانه اذ عم الارض كلها طوفانه تفسير من هدى القرآن جزء 16 تفسير سورة نوح عليه السلام أيضا نذكر سادسا كلام مركز الأبحاث العقائدية ورد في المركز جواب لسائل يسأل عن الطوفان هل شمل كل وجه الأرض أو فقط منطقة محددة قال تعالى: انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه وطغى الماء هذا كلام المركز وطغى الماء جاوز حده المعتاد وعن علي عليه السلام لم تنزل قطره من الماء الا بمكيال على يد ملك الا يوم الطوفان فانه ادن لها دون الخزان فخرجت او دون الخزان فخرجت وذلك قوله تعالى ان لما طغى الماء الحديث الى اخره ومنه يستفاد ان الماء قد عم جميع اليابسه كلام مركز الابحاث العقائديه ومنه يستفاد ان الماء قد عم جميع اليابسه ممكن مراجعه موقع مركز الابحاث العقائديه. الان تبين من النصوص السابقه قول اصحابها بعموميه الطوفان وقد صرح العديد من العلماء بان اهل الشرائع متفقون على شمول الطوفان لكل الارض حيث قال ابن خلدون في كتابه اتفقوا على ان الطوفان الذي كان في زمن نوح وبدعوته ذهب بعمران الارض اجمع بما كان من خراب المعمور وهلك الذين ركبوا او ركبوا معه في السفينه ولم يعقبوا فصار اهل الارض كلهم من نسله وعاد ابا ثانيا للخليقه. تاريخ ابن خلدون الجزء الثاني القسم الاول الصفحه 5 وايضا صرح ابن كثير قائلا وقد اجمع اهل الاديان الناقلون عن رسل الرحمن الناقلون عن رسل الرحمن مع ما تواتر عند الناس في سائر الازمان على وقوع الطوفان وانه عمّ جميع البلاد هذا كلام أبن كثير انه عمّ جميع البلاد ولم يبقى او ولم يبقِ الله احدا من كفره العباد استجابه لدعوى نبيه المؤيد المعصوم وتنفيذا لما سبق في القدر المحتوم. ابن كثير قصص الانبياء جزء واحد صفحه 120. الان قد تبين وبشكل واضح اعتقاد فقهاء الديانتين اليهوديه والمسيحيه واجماعهم على شموليه طوفان نوح عليه السلام لجميع بقاع الارض. وكذا تبين اجماع فقهاء المسلمين الا ما نذر من بعض المتاخرين. الان نتحدث عن تبعات القول بشموليه الطوفان لجميع الارض. هناك الكثير من التبعات والاشكالات على القول بعالميه الطوفان وشموله لكل الارض. وهذه الاشكالات وجهت الى الاديان الثلاثه باعتبارها تتبنى هذا الرأي وسنلاحظ كيف استغلها الملحدون لنقض الدين الإلهي وكيف صوروا الدين الإلهي عبارة عن أساطير وخرافات مخالفة للعلم ومنطق العقل في تلخيص لبعض الإشكالات العلمية على قصة الطوفان التقليديه. كتب السيد احمد الحسن عليه السلام في كتابه وهم الالحاد يقول: كل كميات الماء الموجوده في الارض وعليها غير كافيه لتغطيه الارض كليا حتى ارتفاع اعلى الجبال، اي ارتفاع عده كيلومترات. بل انها غير كافيه غير كافيه لتغطيه الارض بمستوى اقل من هذا بكثير واشكال اخر نقله ايضا يقول لا توجد اثار لفيضان شمل كل بقعه على الارض ضمن الحدود الزمنيه التي تضعها قصه الطوفان التقليديه الكاتب الناقد الفرنسي ولتر يقول بصدد تسخيف أسطورة الطوفان على ما وصفته التوراة كان يجب لمثل هذا التضخم من الماء المتراكم على وجه الأرض أن تضم 12 بحرا كل في سعة البحر الأطلنطي المحيط بعضها فوق بعض ليكون الأعلى في حجم أكبر بأربع وعشرين ضعفاً وهكذا حتى تجتمع في مثل هذا الماء المتراكم ليغمر شامخات الجبال، نقل ذلك محمد هادي معرفه في كتابه شبهات وردود حول القران الكريم ويقول اخر ان المحاسبات العلميه الدقيقه تعطينا ان الابخره المنبثه في اجواء الارض لو تكتفت جميعا وهطلت امطارا لما كانت تكفي لان تغمر وتعلو عن وجه الارض باكثر من بضع سنتيمترات فكيف بالجبال شامخات المصدر السابق ايضا نفسه يقول الدكتور شفا لو كانت السماء تهطل بامطارها اربعين صباحا كما هو نص التوراه لما كاد ان يغمر هضب ما بين النهرين على صغرها فكيف بغمر وجه الارض وان يعلو قمم الجبال وجبل ارارات يرتفع عن سطح البحر باكثر من خمس كيلومترات ما يكاد ان يغمره. فكيف بسائر الجبال الشامخه؟ المصدر الدكتور شجاع الدين شفى في كتابه تولدي ذكر نقلا عن شبهات وردود حول القران الكريم. وامام هذه الاشكالات العلميه الواقعيه كيف تصمد القول بشمول طوفان نوح عليه السلام لجميع الارض. فهم لم يقدموا جوابا لهذه الاشكالات ولم ياتوا ببيان يسعفه راي العلم ولم يزل ولا يزال رايهم بابا لانتقاد وتشويه الدين وفكره الايمان بوجود الاله. إلى هنا تنتهي حلقة هذا اليوم على أمل أن نكمل موضوع هذه الحلقة في حلقتنا اللاحقة إن شاء الله ونذكر القول الفصل حول جغرافية الطوفان ببيان السيد أحمد الحسن عليه السلام وكيف أن الرواية التوراتية والتي يتبناها أكثر فقهاء المسلمين لا تصمد أمام النقد العلمي ولا يمكن ان تجتمع مع العلم بحال. وكذلك سوف نناقش ادله عموم الطوفان. وبعدها ناتي لذكر الامر الثاني المهم في قصه الطوفان وهو الحيوانات المحموله في السفينه. الى ذلك الحين نستودعكم الله ونشكر متابعتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.